اليوم كنتواجدوا في اطار وقف احتجاجيه لتحولات الاعتصام بعد عدم استجابه المسؤولين هنا في جهه ديال الدار البيضاء، جهه ديال الدار البيضاء 16 والوزارات الوصيه والحكومه. اليوم عندنا عناوين كبيره، وهذه العناوين هي اللي خلتنا نخرجوا. كاين المشكل ديال الابناك والتهديد ديالها والسلب ديال السيارات ديالنا واللي كديهم للمحجز ومن بعد كتعاود تبيعهم، وكيبقى على الكاهل ديالنا واحد الدين اللي متبوعين به، يعني تبعونا حتى المال ديالنا الخاص، المسائل ديالنا الخاصه. كاين المشكل ديال ان الطاقه الاستيعابيه اللي ولات دابا في الحافلات ديالنا اللي ما كتجاوزش 75%، وحنا مجبرين ان نديو 100% في التامينات. كاين المشكل ديال التوقف ديال الحافلات عن العمل مده سنتين، ومضطرين ان نديو الواجبات ديال وزاره الماليه بحال الضريبه على المحور، بحال الضرائب المتعدده. يعني في اطار الاكراهات اللي تمارست علينا من بعد اغلاق الحدود الجويه والبحريه والبريه، لقينا راسنا ملزمين باننا خصنا نديو واجبات بحال حنا باقين في ليطا نورمال، يعني بحال باقين في الامور العاديه، بحال كنمارسوا الحرفه ديالنا بشكل طبيعي. اليوم كنستنكروا الطريقه باش كيتجاوبوا معنا المسؤولين، كنستنكروا الطريقه باش كتجاوب معنا وزاره السياحه، وزاره النقل والحكومه. اليوم الحكومه هي اللي غلقات الحدود، هي المسؤوله عن اداء الواجبات ديالنا، غلقات شلات لنا الحركه ديالنا. اذا اليوم مطالبه باش ان دعمنا، باش ان دير شي واحد السياسه ديال المواكبه، تلقى استراتيجيات ومخارج لهذه الازمه اللي كنعيشوا. حنا غير مسؤولين عن هذه الازمه، حنا ضحايا ديال هذه الازمه، حنا التزمنا بالاجراءات الصحيه، التزمنا بكل شيء، ولكن حتى واحد ما التزم معنا بشي حاجه. كنلقاو بان الابناك تمارس عنا التهديد والوعيد من الصباح حتى العشيه. شركه التحصيل اللي كتجيبها الابناك اللي هي شركه غير مواطنه، ومن هنا كنقولها بعض ديالها غير مواطنه وما حاسينش بينا وما كيمارسوا علينا. حنا عندنا ضغوط نفسيه، وزاد تمارس عندنا ضغوط نفسيه ادت بينا لمشاكل اسريه. دابا المشكل تحول ما هو اقتصادي لمشكل اجتماعي. عندنا اسر اللي تفكات، عندنا ناس اللي عايشه ازمات مع مع الوليدات ديالها، عندنا ناس عايشه ازمات مع الوالدين ديالها، عندنا ناس اليوم ولات مشدوده في السجون، عندنا ناس اللي انتحرات، عندنا ناس اللي ما لقاتش السبيل لحتى شي حاجه وحولات الحياه ديالها للجحيم. كيعيش انسان ولا كيعيش شي حوايج اللي ما كانش كيتقبلها. اليوم حنا كنطالبوا من رئاسه الحكومه، كنطالبوا وكناجوا من رئيس الحكومه انه يدخل وينصفنا. حنا ما باغيينش القروض بحال القرض ديال الانطلاقه وقرض ديال الاكسجين، هذوك تقلوا لها الكاهل ديالنا. اليوم نطالبوا بالدعم، احنا محتاجين الدعم، والدعم احنا ماشي تنطلبوا، هذا راه نورمالمون في الدول المتقدمه وفي الدول اللي كتحس بالمواطنين ديالها واللي كتشجع على الاستثمار كتدعم المواطنين ديالها، ما كديهمش الحافه ديال الافلاس. احنا اليوم كنطالبوا بانقاذ ما تبقى من النقل السياحي. الاجراءات اللي خدتها الحكومه مؤخرا بضخ واحد الغلاف مالي ديال 2 مليار ديال الدرهم، 2 مليار ديال الدرهم ما عطاوناش العناوين الكبرى ديالو، ما عرفناش الحصه ديالنا في 2 مليار ديال الدرهم. النقل السياحي باقي غيب، باقي مغيب. الجهات المسؤوله هنا في الدار البيضاء، لا ولي جهه الدار البيضاء 16، لا الناس اللي مسؤولين هنا في الدار البيضاء 16، لا حاسيب ولا راقي، ما كيتكلموش معنا، ما فاتحينش معنا اللغه ديال الحوار. حنا ناس اللي كيامنوا بالحوار وكنشدوا عليه وكنقولوا بان في دوله المؤسسه الدوله اللي كتعامل بالديمقراطيه، كناجوا هاد الناس باش يحاولوا ما امكن انهم يعاونونا، يتسنطوا لينا، يحسوا بينا. الابناك كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان تلقى استراتيجيات اخرى باش نخرجوا حنا وياها رابحين بجوجنا، ما نخرجوش حنا خاسرين هما رابحين. كنا كنتمنوا بان هاد الشركات وهاد الابناك تكون شركات مواطنه، شركات كتفعل لغه الحوار، كتفعل اللغه ديال المواكبه. حنا كنقولوا من هذا المنبر انقذوا قطاع النقل السياحي، انقذوا قطاع النقل السياحي، انقذوا قطاع النقل السياحي اللي كيعيش دابا في حاله ازمه وكيعيش الموت السرير. اليوم حنايا هنايا لمده اسبوع في اعتصام مفتوح، يعني بسبب الجائحة ديال كورونا، بسبب التداعيات ديال الجائحة على قطاع النقل السياحي، المعاناة اللي عشنا هذه سنتين وحنا يعني كنعانيو مع الأبناك، مع ليزاسيغونس، مع الضرائب. اليوم حنا في هذا الاعتصام هذا، يعني هذه مدة أسبوع باقي ما كاينش تجاوب. مدة سنتين وحنا كنديروا في الوقفات وكنديروا في الاعتصامات، يعني ولا أذان صاغية لا في الحكومة السابقة لا في هذه الحكومة. كنا نظمنا يعني وقفة في الرباط اللي تكلات بواحد اللقاء مع وزيرة السياحة،
اللي استبشرنا خير انها استقبلات الممثلين ديال الفيدراليه، ولكن مني كنجيو الارض الواقع لا شيء يطبق، يبقى كل شيء حبر على ورق او كما يعني نقدروا نقولوا كيبقى غير شفاهيا. خرج مؤخرا واحد الدعم ديال القطاع السياحي، ما عرفناش هذا الدعم هذا كيفاش غادي يتفرق، كيفاش غادي يديروا ليه. احنا كنطالبوا يعني بتمديد هذا الدعم، كنطالبوا بتجميد سداد الديون، كنطالبوا ان يعني الحكومه ديالنا انها توقف بجانبنا باش هاد المقاولات هادو ما يموتوش. دابا امراه في يعني في واحد الحاله اللي يرتى لها في حاله ديال الانعاش، كاينين الناس اللي الاسر ديالهم تشتت بسبب الجائحه، كاين الناس اللي طلقوا بهذا المعنى هذا، يعني اسر تشتت، اطفال تشردوا بسبب الجائحه، وفي انتظار يعني في انتظار ان يكون واحد التجاوب اللي تجاوب يكون واقعي ويكون كيعطي حلول اللي تكون منصفه لهذا القطاع هذا. فيعني كنتمنى وكنناشدوا ان صاحب الجلاله اللي دائما في الخطابات ديالو كان كيوصي على هذا الدعم ديال هذه المقاولات الصغرى والمتوسطه والجد الصغرى، فهذا الشيء هذا ما شفناهش. خرجوا قرارات في بدايه الجائحه ديال لجنه اليقظه اللي ما تطبقاتش، يعني عانينا مع لي زورغانيزم دو كريدي باحكام اللي صدرات، احكام بدون وجه حق، انهم وليتي كتلقاهم كيجيو كيحجزوا على السيارات ديال القطاع السياحي رغم علمهم بالظروف اللي كمر منها القطاع، رغم علمهم بان الحدود مغلقه، رغم علمهم بان هاد الناس هادو نهار جاو عندهم كقطاع نقل سياحي كيخدموا مع السياح، فما ما يعني ما داروش لنا واحد التسهيلات وما وقفوش معانا، لاننا حنا كقطاع نقل سياحي يعني كنا فيابل معاهم، كنا يعني حنا من الاوائل ديال الناس اللي هما كيبغيونا نجيو عندهم، ولكن ملي جات الجائحه طحنا في تجار ازمات، طحنا يعني في واحد الحاله اللي ما بقيناش كنقدروا اننا نعسو، يعني بكثره الهواتف اللي كيعيطوا لنا بها مطالبيننا بتسديد الديون، وكيبغاونا نسدوا هاد الديون، والمجال يعني كل المجالات مسدوده، المجال الجوي، المجال البحري، المجال كل شيء مسدود، الطائرات ما كاينينش، السياح ما كاينينش، مين بغاو هاد المستثمر انه يجيب هاد الفلوس باش يخلص هاد المستحقات اللي عليه، كذلك الضرائب، كذلك التأمين، يعني عدة مشاكل اللي كنتمناو اننا هاد الحكومة هادي تلقى لنا لها حلول. حاليا يعني فتح المجال الجوي فهو ماشي حل وانما ضرورة، ومن بعد هاد الفتح ديال المجال الجوي راه ماشي دابا غادي نصافي غادي نتعافى وغادي نغمدو خدامين، راه خصنا مدة، خصنا وقت باش هاد القطاع هذا يتعافى. عندنا اسطول ديال المركبات ديال لي زوتوكار ديال لي فان ديال لي مينيبيس، يعني اللي تهالكوا في هاد المده ديال سنتين، فكنتمنوا ان يكون واحد الليونه في التعامل مع هاد القطاع هذا المضرور. وشكرا لكم على المواكبه، وكنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.